أهلا بكم، أنا اسمي خالد فهمي وأنا مواطن مصري عايش في الولايات المتحدة في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة. بسجل التسجيل ده عشان أبعت 3 رسائل تخص الحملة الانتخابية بتاعت رئاسة الجمهورية. أول رسالة بوجهها لأعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وأقول لهم قد إيه أنا معجب بيهم ومنبهر بتفانيهم وإخلاصهم وشغلهم الجاد وتمسكهم بالأمل وتمسكهم بالتحول السلمي الديمقراطي. وأنا عارف مدى الاستفزاز والعنف اللي بيتعرضوا ليه، ومنبهر جدا ب القدر العالي من التحلي بالحنكة والحكمة وعدم الانجرار لأعمال عنف، لأن احنا طبعا شايفين كل يوم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي نازل بيكلم المواطنين وبيستقبلوه بحرارة وبيرفعوه على أكتافهم وبيبوسوه وبيقبلهم على رؤوسهم وبيسلم عليهم. واحتفاء بالذات بتاع امبارح في الصعيد كان فعلا شيء يثلج الصدور، بس كمان شايفين في نفس الوقت مدى العنف اللي بتمارسه عصابات البلطجية واللي بينزلهم المرشح المنافس رئيس الجمهورية عشان يمنع الناس من عمل توكيلات. فأول رسالة بوجهها زي ما قلت هي رسالة لأعضاء حملة أحمد الطنطاوي في إن هم بيديروا العملية دي المعقدة دي في جمع التوكيلات من محافظات الجمهورية كلها تحت ظروف قاسية جدا، وهم نفسهم أشخاصهم وأجسادهم بتتعرض لهجوم وعنف قاسي ومكملين الشغل، فلهم مني كل التحية والتقدير. تاني رسالة هي لجموع المصريين اللي نازلين متمسكين بحقهم في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب. المشكلة دلوقتي دي مش مسرحية زي ما أنا قلت من قبل كده، ده كفاح، مش عايز أقول معركة لأن معركة فيها إيحاءات لعنف، إحنا مش عاوزين عنف، وده اللي أنا منبهر بيه. مواطنين بينزلوا يوم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس ورا السادس، يقفوا في طوابير قدام مقار الشهر العقاري عشان يعملوا توكيل، ويا إما بيتضربوا يا إما بيتبهدلوا يا إما بيتسرقوا يا إما بيتعرضوا لأنواع من التنكيل والعنف اللي كله متوثق وعندنا صور وفيديوهات عديدة. فدي هو ده صراع، ده كفاح، الموضوع مش مسرحية. من ناحية أيوة صحيح سامحين لأحمد طنطاوي إن هو ينزل ويتحرك بين الجموع ويستقبل الاستقبال الحار ده هو، إنما في نفس الوقت منعين الناس من إن هم يعملوا توكيلات ليه. ومن هنا أنا بوجه التحية والاحترام لإخواني في الوطن اللي نازلين مصممين إن هم يروحوا يعملوا توكيل. قليل منهم اللي نجح، قليل جدا منهم اللي نجح، بس أعداد غفيرة ما زالت بتتواكب على مقار الشهر العقاري عشان تعمل التوكيلات. فلهم برضو مني كل الاحترام لأنهم برضو بيتضربوا وبيهانوا وبيتسرقوا وما زالوا مصممين إن هم يمارسوا حقهم بمنتهى السلمية. صحيح شايف فيديوهات فيها قدر كبير من الغضب، إنما الغضب ما بيتحولش لأعمال عنف إلا طبعا أعمال العنف من البلطجية. البلطجية اللي منزلهم النظام واللي بيمارس بيهم قدر كبير من الرعونة والاستخفاف بخطورة الموقف ودفع البلاد لمخاطر إحنا في غنى عنها. إنما رسالتي الأساسية هو للمصريين اللي زي اللي في الخارج، ان هم يروحوا في الايام اللي هي انا بتكلم النهارده يوم السبت،
7 أكتوبر السبت والحد والاثنين، دي أجازات في أمريكا عشان يوم الاثنين كولومبس داي، إنما القنصليات المصرية والسفارة المصرية فاتحة في أمريكا. قنصلية نيويورك قافلة لأسباب خاصة بيها تتعلق بإن هما مأجرين شقة في عمارة والعمارة قافلة، إنما القنصليات التانية والسفارة فاتحة. بكرة يوم الحد في تجمع هيحصل قدام السفارة المصرية الساعة 11، فأدعو المصريين اللي في الولايات والمدن اللي حوالين واشنطن دي سي إن هم يروحوا السفارة المصرية اللي عمل توكيلات في السفارة نفسها في يوم الحد الساعة 11. أنا نفسي رايح السفارة يوم الاثنين 9 أكتوبر الساعة 10 الصبح برضو عشان أعمل توكيل، وهقف في الطابور لحد ما يفتحوا الباب ويسمحوا للناس إنها تخش عشان تعمل التوكيلات، وهكون سعيد بمقابلة ناس أصدقاء ليا هناك وناس تانية يمكن معرفهمش، فهكون متواجد من الساعة 10 الصبح قدام السفارة المصرية. اللي يعمل توكيل يبعته العنوان أنا هكتبه على صفحتي بس هقوله دلوقتي، PO Box 8674 بلومينغتون إنديانا 47407. مرة تانية العنوان PO Box 8674 بلومينغتون إنديانا اللي هي IN والزيب كود 47407. اللي يعمل توكيل يبعته على طول يا إما بالفيدكس يا إما ببرايورتي ميل، أو يعني لو قدر يعمله أوفر نايت ميل للعنوان اللي أنا قلته. فياريت كل اللي يقدر ينزل يعمل توكيل للسماح للمرشح المحتمل إنه يبقى مرشح. إحنا لسه مش في انتخابات، إحنا عايزين الناس كلها يبقى عندها حق متساوي في الترشح. أحمد الطنطاوي ممنوع أو في محاولات حثيثة لمنعه من إنه ينزل يبقى مترشح. الوسيلة الوحيدة هو إن إحنا نجمع عدد كافي من التوكيلات، ومن هنا دورنا كمصريين في الخارج دور حيوي، لأنه للأسف المصريين اللي في الداخل بيتضربوا وبيهانوا وبيتسرقوا من أعمال البلطجة اللي بيمارسها اللي بتمارسها فرق البلطجية بتاعت نظام السيسي. فإحنا عايزين نلتزم بالسلمية وعايزين نتمسك بحقنا في ممارسة حقنا الدستوري في الاقتراع يوم الانتخابات، بس عشان ده يحصل لازم المرشحين المحتملين كلهم يبقى عندهم نفس الفرص، وعشان ده يحصل لازم نجمع عدد كافي من التوكيلات للمرشح أحمد الطنطاوي. فأدعوكم كلكم للتوجه لمقار القنصليات والسفارة المصرية في الخارج. وزارة الخارجية مدية تعليمات إن السفارات بتاعتها والقنصليات تبقى فاتحة في الويك إند، هو يوم السبت 7 ويوم الحد 8 أكتوبر. فيلا بينا ننزل ويحيى الأمل.